مساكم الله بالخير مشاهدينا، ونرحب فيكم معانا في برنامج ساعة إلا، وتحديدا في حلقة الشباب. واللي قلنا الشباب يعني كل شيء ترند وكل شيء مفيد وراح تحبونه إن شاء الله. واللي راح تقدم وياي زميلتي فجر. شلونك فجر؟ الحمد لله بخير عبد المحسن، شلونك؟ وطبعا نرحب وحياكم الله جميع مشاهدينا. راح نكون معاكم كل يوم اثنين بمحتوى خاص للشباب، مثل ما قال عبد المحسن، نقدم لكم المشاريع الشبابية ونبرز نجاحاتهم ونتواصل معهم وين ما كانوا. في حلقة الشباب فجر راح يكون عندنا تقارير وعندنا ضيوف وفقرات إن شاء الله متنوعة وحلوة وتفيدكم وتفيد الشباب. وأكيد كل مرة راح يكون عندنا كل ما هو جديد في كل حلقة. طبعا الأجواء الحين صارت باردة وطلعنا الملابس الشتوية، يعني راح نقدر نروح لأماكن خارجية أكثر فجر، يعني عندنا من رياضة ومن كشتات ومن أي فعالية أو دور إن شاء الله. في هذه الأجواء ومثل ما قلت عبد المحسن، بس الجو يبدي يتعدل بالكويت نشوف الناس تبدي تمشي برا أكثر، نشوف القعدات الخارجية سواء الرياضة بالبيوت. صحيح. تبي نروح على طول للرياضة، الرياضة الخارجية. أنا ناطر يعني كرة الطائرة مثل ما كنت قاعد تقول تحت الهواء قبل شوي، وايد رياضات الناس تستمتع فيها في هذه الأجواء. وأنت كان لك تجربة في يعني رياضة نقدر نقول هبة نوعا ما؟ عدل عدل، الهبة طبعا هي لعبة البادل اللي صار لها سنة، انت يمكن معلومتك غلط واحنا نسولف برا انه 3 سنين، لا هي صار لها سنه بالكويت، يمكن دول الخليج 3 سنين و7 فعلا، بس بالكويت سنه واحده، والحين الاوت دور راح تكون امتع اللعبه ان شاء الله. وبما انه صار لها سنه راح نعرف بالضبط شنو كانت تجربتك في هذه الرياضه من خلال التقرير. خلونا نشوف مع بعض عبد المحسن والفادل. مساكم الله بالخير، متواجدين اليوم ملاعب البادل واللعبة اللي اكتسحت الديرة عندنا هنا بالكويت واللي صارت أكثر من القدم حاليا، عشان كذي راح نسمع عنها ونتكلم عنها أكثر مع كابتن ولاعب منتخب الكويت وكابتن علي حياتي. أهلا ومرحبا فيك. أهلا فيكم كابتن علي. إحنا قاعد نشوف اللعبة ما شاء الله انتشرت كل مكان بالديرة عندنا بالكويت، ومن قبل كنا ما نعرف هذه اللعبة، فبالبداية نبي نعرف اللعبة متى ابتدت بالعالم ومتى بلشت عندنا هنا بالكويت. اللعبة بدأت بالعالم في سنة 1969، في الستينات يعني، في دولة المكسيك. وبالكويت بلشت في كورونا، يعني خلينا نقول سنة 2000، في أول ملعب بالكويت، ملعب رسمي، كان في أكاديمية رافائيل نادال في مجمع الشيخ جابر العبدالله في 360. هذا كان أول ملعب، بس تدري الافتتاح كان شهر قبل كورونا، بس فعليا يعني الناس هبت باللعبة وبدت تلعب اللعبة في منطقة الشاليهات في بنيدر، في شاليه وفنة ثامر العصيمي كان عنده ملعب تنس تحول إلى ملعب بادل، وانطلقت اللعبة من هناك. وشنو السبب اللي خلى اللعبة هذه تصير ترند ورقم واحد الحين بالكويت؟ مثل ما انت شايف قبل كانت لعبة القدم هي اللعبة الشعبية، اليوم احنا قاعد نشوف البادل الكل يلعبها كبير وصغير، شنو السبب اللي خلى الكل يتجه حق هذه اللعبة؟ والله انا دائما اقول الحظ، يعني لو مو كورونا انا ما اتوقع كان اللعبة انفجرت بالطريقة. بس في اشياء ثانية، في عوامل اخرى يعني، نفس ان اللعبة كبداية سهل انك تلعبها، ما هي لعبة صعبة. صحيح. لعبة اجتماعية ثاني شيء، يعني انت شايف يعني الاصدقاء قاعد يلعبون مع بعض، يعني كبير وصغير الكل كبير وصغير، يعني الابو مع ولده، تشوف زوج وزوجته يلعبون هم نفس الشيء، ما شاء الله تشوف البنات هم يعني قاعد يلعبون هاللعبة بشكل كبير. ففي العوامل هذه، قلت لك عوامل اجتماعية سهلة نسبيا انك تلعبها بالبداية، بالبداية ما هي لعبة صعبة، وأربع لاعبين تحتاج، ونفس الكرة الكرة تحتاج يعني أقل شيء 12 لاعب أو 10 لاعبين. ممتاز. تعتقد هذه الهبة كابتن علي راح تستمر ولا راح تظل هي الحين بس تقتصر على لاعبين المنتخب واللي والاتحاد واللي يصير فقط حق هذين اللاعبين، ولا راح تكمل كذي مثل ما احنا شايفين الدواوين والكل قاعد يتجه لها شباب وبنات بنفس الوقت؟ لا والله هي رياضة، أنا أشوف الرياضة صعب تكون هبة، يعني أوكي يمكن بالبداية يعني الشعبية يعني صارت وايد، يعني ما اش اقول لك، يعني شعبية اللعبة انفجرت نفس ما قلنا،
بس احنا تكون هبه، انا ما اشوف انها بتكون هبه، لان هي رياضه بالاخير ورياضه مفيده للجميع، سواء يعني بادل ونقول تنس. انا بالنسبه لي هذه احلى هبه صارت صراحه. اي طبعا، يعني لان هي فيها رياضه وفيها حتى اجتماعيا قربت المجتمع اكثر من بعض. البطولات اللي شفناها الفتره اللي طافت الشتويه اللي طافت. صح، يعني خلينا نقول شوف اول كيرف صعد وايد السنه اللي يعني خلال سنه بالبدايه، خلينا نقول اللعبه طارت فوق، يمكن الحين شويه توقف قبل لا تنزل شويه، بس انها راح تختفي؟ لا ما اتوقع راح تختفي، لانه ترى مو بس بالكويت، نفس ما انت شايف الخليج كله يعني قاعد يمارس اللعبه الحين، في البحرين، في السعوديه، احنا عارفين الامارات وقطر سابقيننا باكثر من يعني 5-6 سنين، الامارات من 2010 2011، قطر من 2015-16، بس الحين شايف اللعبه هم بدات تنتشر في البحرين، في السعوديه. صحيح. فهي مو بس مقتصر على الكويت، مصر بعد في وبالعالم كله يعني، فما اتوقع بتكون هبه. بما انك بطاري البحرين والسعوديه والخليج بشكل عام، نبي نتكلم الحين اكثر عن المنتخب. اتوقع انتم لعبتوا بطوله واحده رسميه الحين كمنتخب الكويت. بطولتين. اي وسمعنا في اتحاد قادم الحين لعبه البادل. فبنتكلم اكثر عن المنتخب، وين تشوف منتخب الكويت جاي؟ وشنو استعداداتكم؟ شنو راح يكون في الفترة القادمة حق لعبة القادمة؟ وما أنت تفضلت، كان في بالسنة هذه 2022 كان في منتخب رسمي شارك في أكثر من بطولة. في البداية كنا طبعاً تحت رعاية أو تبنانا إخواننا في بلاي بادل، ودي أذكر أساميهم ثانية، الأخ بدر بـ50 و فهد بن علي، يوسف بن علي آسف وفهد الغانم، يعني شباب كويتيين افتحوا أبوابهم لنا وقت ما كان يعني قبل لا يكون في اتحاد أو نادي، كان لجنة بس تحت اللجنة الأولمبية، وشاركنا في بطولتين. يمكن البطولة الأولى ما كانت رسمية، كانت في قطر، خليت فيها الثانية أو الثالثة. كنا ما كان في، احنا وصلنا قبل النهائي، ما كان في يعني كان الأول والثاني بس، ما كان في مباراة مركز ثالث، كانت هاي بطولة خلينا نقول غير خليجية بس غير رسمية. كان في بعدين بطولة بطولة الإمارات في دبي في رمضان، هذا كان أول مشاركة رسمية للمنتخب، كأس الخليج للبادل، بس للبادل، فهذه أول مشاركة رسمية للمنتخب، والحمد لله حققنا مركز الثالث. كان في مباراة على الميدالية البرونزية، وقدرنا وصلنا قبل النهائي، وكنا يعني قاب قوسين ان نفوز على المنتخب القطري. هذا واحنا يعني خلينا نقول نعتبر يدد لعبه بالنسبه يعني حق الامارات وقطر اللي صار لهم 6 سنين أو 5 سنين. صح صح. باللعبه هذه يعني اللعبه موجوده في قطر صار لها من 2015-16، يمكن عندهم منتخب صار له 2 أو 4 سنين 3 سنين. الامارات نفس الشيء، احنا يعني يعطيهم العافيه لاعبينا، يعني ما قصروا، كنا يعني قاب قوسين ان نفوز على المنتخب القطري في الامارات في كاس الخليج في اول مشاركه رسميه. كنا هم قدمنا مباراه كبيره مع منتخب الاماراتي، هم كنا قراب ان نفوز عليهم بعد. متى البطوله الجايه كابتن؟ البطوله الجايه والله اتوقع السنه الجايه، كاس الخليج تقريبا كل سنه. كل سنه؟ اي كل سنه. يعني نقدر نقول السنه الجايه ممكن منتخب الكويت يحقق البطوله؟ والله المستوى قريب، ولا تنسى بعد ترى حتى المنتخب البحريني يعني بدا يتحسن، المنتخب السعودي المنافسه قريبه. بس انا دائما اشوف ان اللاعبين الكويت بشكل عام بالمضارب سواء سكواش او تنس، بما ان لعبه البادل قريبه من هاللعبتين، خلينا نقول شطار الكويتيين بهذه اللعبه، ودائما متفوقين باللعبات هذه الخليجيه. فاعتقد ان احنا الوجهه اللي او احنا رايحين ان نكون الافضل خليجيا. والله ان شاء الله احنا دائما نطمح الاول يعني للمركز الاول، وحتى يعني في الامارات، حتى كان في بطوله الالعاب الخليجيه في شهر 5 اللي اقيمت في الكويت، يمكننا قراب يعني لاخر مباراه ضد قطر كان عندنا امل ان نطلع بالميداليه الذهبيه. الشباب ما قصروا، يعني عبد الرحمن العوضي، عبد العزيز معيوف، محمد عبدال، احمد ربيع، داود، هاشم، نجيب العوضي، عمر مسبحي، كلهم شباب يعني عطوا اللي عندهم. قلت لك يعني بالنسبه لنا احنا بالنسبه لي انا هذا انجاز، ان احنا قدرنا ننافس الفرق في وقت قصير جدا، يعني ما حالفنا الحظ، قدمنا مستوى انا اشوفه كان اكثر من جيد حق اول مره. حق اول مره اي طبعا، وحققنا مرتين الميداليه البرونزيه، فاحنا ان شاء الله متاملين ان على السنه الجايه حالفنا الحظ ونحقق ميداليه ذهبيه. بس ما انت تدري يعني
هذا حق مشروع للكل، يعني الكل قاعد يعني كل الفرق قاعده تتدرب الحين، كلهم جايبين مدربين على اعلى مستوى، فمو واقفين قاعد يطالعونا احنا. صح نفس ما تفضلت، انا كنت كوني لاعب منتخب التنس سابق، وهم اخواني اللاعبين معظمهم من لاعبين خلفيه التنس ارضي. الحمد لله كنا صج متفوقين في الخليج، هم بالسكواش نفس الشيء نفس ما تفضلت، وتنس طاوله. بس يعني هذه تدري لعبه جديده، يمكن مشابهه شويه للتنس، مو وايد بس في 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 منها من التنس يعني. ان شاء الله يعني اذا الله وفقنا السنه الجايه اتمنى نحقق مركز. اخر شيء كابتن علي، انا ودي انت وشنو ودكم كلاعبين منتخب الفتره القادمه من الديره نفسها، شنو ودكم كاتحاد انه يصير بالفتره القادمه؟ والله احنا تدري النادي نادي الكويت للبادل هو طبعا اتحاد، اصابه اتحاد تم اشهاره توه السنه في شهر 6 او 5، يعني فتره قصيره جدا. نتمنى ان الدوله وهيئه الشباب الرياضه ويعني في دعم، اللجنه الاولمبيه الصراحه ما قصروا معنا، هيئه الشباب الرياضه يعني هم اشروا النادي ما قصروا. بس ودنا نفس ما هي اللعبه صايره لعبه شعبيه في الكويت، انه يكون في دعم من الدوله نفسها من ناحيه ميزانيه، يعني عشان المنتخب يقدر يحضر حق البطولات والمستحقات القادمه للمنتخب. احنا نشكرك بالنهايه كابتن علي، ونتمنى لكم بالفتره القادمه انكم تكونون نمبر 1 ورقم 1 ان شاء الله خليجيا. اشكركم، يعطيكم العافيه على اللقاء هذا الحلو والخفيف، ومشكورين على دعمكم وتشجيعكم. شكرا. وهذه فقرتنا كانت حق لعبه البادل، وخلكم ويانا فقرات اجمل ان شاء الله مع سعل. شفنا مع بعض هذا التقرير الجميل ووايد حلو عبد المحسن، ان الانسان يعني يكون مبتدئ في اي هوايه ويكون هاوي، ومن ثم يعني يحترف هذه خلينا نقول مهنه او ايضا الرياضه. يعني شفنا ويا بعض شلون انت قمت تشارك في بطولات. بالفعل فجر، انا اول ما لعبت اللعبه هذه هوايه كانت، خذيتها تالي اصرار وشغف ان انا ابي اتمكن من هذه اللعبه هني بالكويت، وفعلا دشيت بطولات وبعض البطولات فزتها. فكان يعني تحدي حق نفسي، مو بس ان عشان اللعبه بادل، تحدي حقي وحق فكر اي شاب، شعور جميل يعني. بالضبط بالضبط، تقدر توصل حق الهدف اللي انت تبي. على طاري الاهداف وان الواحد يطور من نفسه، عشان كذي احنا راح نستضيف ضيفنا الشيف زياد حماده. يا اهلا مرحبا. يا هلا، يمسيك بالخير، حياك الله شيف معانا ومنورنا. يعني ودنا على طول ندش وياك بالموضوع، ويعني وايد نسمع من الرجال والنساء ايضا ان الشيف او الطاهي اذا كان رجل أكلة وايد ألذ من المرأة، فيعني يا ريت يعني تكلمنا أكثر عن هذه المقولة. أنا عندي اعتقاد شخصي أن الرجال فعلاً أكلة ألذ من المرأة، لسبب الرجال خلينا نقول ما عنده المالتي تاسك اللي الله عطاها المرأة. المرأة جاب البيتها، جاب عيالها، جاب ريلها، جاب الطباخ. الرجال لما يدش المطبخ بس يفكر بطبخه، يركز الفوكس يصير بس على جدره، مقادير على الجدره وعلى مقاديره وعلى شغله. فعشان كذي انا اعتقد وقلتها بلقاءات وايد ان هذا السبب الرئيسي منظوري الشخصي، انه يكون طباخ الرجال احلى من طباخ المراه. وبعدين هي المراه ماخذتها مثل واجب ان تقدمه حق البيت، اما الرجال لما يطبخ تلقين احد داق عليه، فلان سوي لي الطبخه الفلانيه، اي فيدش المطبخ يمزج. المراه بالبيت ما تسوي شيء، تقعد الصبح والله بسوي حق البيت هالطبخه هذه. بس ممكن تمزج ايضا في بعض الاحيان، يعني في شفنا وايد شابات صغار ابدعوا خلال نقول الوركشوبس او الدورات، ويقدمون اشياء لذيذه. صحيح صحيح، انا اقول المره اللي تكون بالاخص المتزوجه، ممكن العزوبيه لا، يمكن صح ممكن تبدع وتنافس الرجال وتسوي فوكس. اي وتسوي فوكس بطبختها. بس شلون بدت وياك كنا احنا كرجال يعني واحنا صغار ما ندش المطبخ، بعيد عن المطبخ، شلون ابتدت وياك سالفه الطهي؟ والله هي يعني صارت محض الصدفه. يعني انا اول شيء
يعني خلينا نتكلم عقوتهم بالعاميه، انا بطيني احب الاكل. حلو. اوكي كان وزني 150. ابتدت بالاكل. اي فهي حبي للاكل نفسه اقول لحق يعني الناس، انا كان بالبيت انا في قنشه حق البيت وقنشه حق زياد، امي تقول هذه قنشه زياد وهذه قنشه البيت. فكان عندنا هوم بزنس انا وخالتي الله يذكرها بالخير، فكانت هي تطبخ وانا اسوق، هي تطبخ وانا اسوق. كونك تحب الاكل يعني احب الاكل، بديت التسويق واكل بس غير ما جربت تطبخ. وشغل على قولتهم قطو مطابخ، اروح اقول لها خالتي ليش تحطين كذي؟ ليش تعلمني؟ استكشف. اي بالضبط. فصار علينا شتاء ب 2010. فاحنا تعرفين بالكشتات نقسم الشغل ما بيننا ما بين الشباب، فواحد اللي عليه العزبه واللي عليه الماكله والطباخ، فالطباخ مايا والانا جاي بالماكله. فقلت لهم يا جماعه الحين شو نسوي؟ نقول انت الحين عندكم بزنس المفروض انك تعرف تطبخ. والله ارفع السماعه على خالتي عندي هالمقادير وش اسوي فيها؟ قالت لي سوي فيها كذي كذي كذي. فسويت انا اعتقد اذكر اللي هي مصقعه لحم، اللحم طلعت والمرقه خيال، العيش مريس. هذا اول اول تطبيق لك. اي فهم يوم شافوا ربعي قالوا لا انت هذا مو واحد هاوي او مو واحد مثلا ما طبخ من قبل، فانت اكيد عندك الحس في الطبخ هذا. فنرجعنا الديرة وكل يوم بالدوانية أسوي لهم طبخة، مجبوس لحم، مجبوس دياي، مرقة سمك، وسبحان الله ودشيت بهالمجال لين بلشت بأول مطبخ رسمي لي في العرضية. وبعدها انتقلت عاد مراحلي اللي الحين إن شاء الله راح نتكلم فيها. قبل لا تروح المطعم، البيت أو اليمعات كانوا يتصلون عليك بالبيت أن أنت اللي تطبخ ولا لا؟ لا، اول كانوا يطلبون مني من طباخ خالتي، يعني الفضل يرجع لله ثم حق خالتي، فانا بس مجرد على قولتهم الوسيط ما بين خالتي والبزنس. مدير التسويق مثل ما قلنا، لكن من التجارب اللي كنت تشوفها وعينك بدأت تاخذ، خلينا نقول على شلون الواحد يحط المقادير وشلون الواحد اللي كان في المطبخ، وحصلت الدعم اول شيء شيف زياد نقدر نقول من اصدقائك، لكن ودنا نعرف اكثر عن الدعم من المجتمع، خلينا نقول كونك الحين صاحب بزنس وايضا العقبات اللي تواجهها. اي الدعم كان يعني ربعي ما قصروا، واخواني واهلي كان امي يشجعوني يشترون ويدقون، كان حتى في ساعات سيني فيك اوردر منهم هم دائما يدقون على الربع، دائما ما يدقون على دايركت، ما يدقون على دايركت، لا يدقون على رقم المطعم اللي يرد على اللي يستقبل طلبات ما يدري من هو. اخر شيء اكتشف رايح حق بيتنا ولا حق بيت خالتي ولا حق جيراننا. وبعدين هم عادي يصورون لي وترى طلبنا اليوم من طباخك وما اعرف ايش من هالكلام، واحنا تبي ترى سبورت لك عشان ما نبي يعني نحرجك وتدز لنا نقصه، فنبي احنا سبورت لك. ويعطونك ملاحظاتهم يعني اذا شيء ما يازلهم. طبعا انا دائما اقول لهم حتى لليوم هذا يا جماعه انا ما ابي اسمع المديح، ابي اسمع الذم قبل المديح. أكيد. لان المديح بيخليني بمكاني، اما صح. الذم هو اللي بيخليني أطلع. هذا الكلام متى زياد كان؟ هذا بال 2010. اي انا سالتك متى، لان ما شاء الله عقب ما قريت انا انك ما شاء الله يعني نقله نوعيه، يعني كانت صحيح. هي بدايه هوايه ولا تجاملوني، بس انت تالي رحت حق اقوى الشركات بالكويت هنا. صحيح، انا تالي عقبها دشيت في عالم الاستشارات، بلشت اخذ دورات واطور بنفسي، قمت ادش بالكويت ولا داخل بالكويت وبرا الكويت بس اونلاين يعني؟ اونلاين كانت. تمام. هي بحكم ان انا كنت موظف بأحد الوزارات وكنت أدرس يعني أكمل دراستي الجامعية، وبعدها انتقلت من الاستشارات إلين صارت النقلة النوعية لما توظفت إحدى الفنادق بالكويت من التوب، أول رقم واحد بالكويت، وهني اكتسبت الخبرة فعلاً الفعلية والمهنية. شلون يالك الاتصال هذا أو الشعور بداية؟ سولف لي عن شعور أن لما اي شاب لما يسوي شيء البدايه هذه اللي ينتقل من الهواة الى الاحتراف، يعني هذا كان شعورك؟ الشعور طبعا هو ما ينوصف، انا لانك كنت امر على الاوتيل هذا وحلمي اني اشتغل فيه، اقول شيء وايد حلو. شيء وايد حلو انك كل يوم اشوفه وهم يبنون، اقول يا رب يعني على يوم انا اكون اقدم طبخاتي بهالاوتيل هذا. وفعلا سبحان الله
في واحد يعني طباخ سعودي مو مشهور ما حد يعرفه، انا ما ادري شلون متابعته اساسا، وحط بوست ان الاوتيل هذا يبون طباخ كويتي، هو يداوم نفس الاوتيل بس بالسعوديه، واتصل على الرقم وسويت وياهم انترفيو، وبعد الانترفيو سويت الفود تيست، وسبحان الله عقدي مال العمل موقع يعني محطوط على الطاوله موقع وجاهز، بس يبوني من ناحيتي انا اوقع عليه، ووقعته بنفس اللحظه. الحمد لله ربي لك الحمد، كنت اون تايم، التيست كان بيرفكت، كان في مجموعه طهات عالميين وبلاس في اشخاص كويتيين يقيمون كتيست كويتي. زياد رحت لهم كذي يعني من غير ما تتصل على احد ولا تعرف احد؟ ولا اعرف احد ولا اعرف ولا كلمت ولا احد. سبحان الله ربك لا بغى يسهله بشغله ييسر الامور كلها ويفتح لك كل بيبان. وقعدت وياهم من اللي نقول السوفت اوبننج الى غايه 3 سنوات. بعد ما اكتسبت الخبره الكافيه قلت لهم يعطيكم العافيه، الحين صار دوري اني انا انتقل الى مره ثانيه مشروعي الخاص. مشروعك الخاص اكيد، عشان ابدي انا اوظف الخبره اللي اكتسبتها حقي انا في مجالي. يعني الشيف زياد صاحب خلينا نقول مشروعه الخاص ومطعمه الخاص، اكيد كل مهنه وكل محترف عنده اسرار المهنه، فعندك يعني خلطه سريه او اسرار معينه ما تشاركها احد؟ الخلطه السريه ترى شاب الكويتي فجر اللمسه، احنا دائما الشاب الكويتي مبدع، انا اتكلم شاب الشباب بشكل عام يعني شباب وبنات، الشاب الكويتي مبدع زياد، قاعد تشوفه كل مكان ما شاء الله يوصل حق اللي يبيه، وخلينا نقول رغم ان في اهتمام شوي اقل، بس يعني انت انسان موظف ويروح شغله الخاص وكذي، ولكن دائما الشاب الكويتي مبدع. صح، اسرار ما عندي انا، بصمتك يمكن عندك، عندي كتاب اسود زين فعلا هو لونه كتاب أسود خالتك في طبخه الريسبي، وين ما اروح اخذه وياي حتى اتعلم. فمثلا اروح حق المطبخ الاسباني اخذ واسجل، اروح حق المطبخ الشامي اخذ واسجل، اروح على 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 اماكن يعني مثلا حتى مو كويتيين بالكويت من الجناسي الاخرى الاجنبيه واخذ واسجل. وعندك بعض الوصفات يعني من ايام خلينا نقول تواجدك مع خالتك؟ اي موجوده موجوده، هذه انا من القديمه أنا طبعا يعني مثلا مسميه المجبوس الملكي، لان هذا اللي هو اللي طلعنا من يعني خلى الناس تحبنا اكثر في طباخنا. يعني الحين عندك استشارات وتسوي منيو وكذا؟ عندنا انا حاليا شيف تنفيذي حق شركه، وهذه الحمد لله الشركه مدرجه بالبورصه، شركه كبيره، وانا وياهم شريك في هذا المطبخ المركزي، نقدم في مجموعة كونسبتات ونقدم كذلك الاستشارات. ممتاز، جدا جميل. لا ترى زياد هو قال لي قبلها أن لنا منيو خاص وفري يعني. أكيد. ساعة المباركة. يعني إحنا نستمتع دائما محسن، مثل ما قلت الكويتي أو الشاب الكويتي والشابة لهم بصمة خاصة، لكن ودنا تكلمنا أكثر عن مشاركاتك، لك مشاركات وايد عالمية يعني غير الأشياء اللي كلمنا عنها الشيف. الصور قاعد نشوفها إحنا بعد. الصور اللي قاعد نشوفها يعني عندك وايد مشاركات في مناسبات عالمية مثل ما كنا. أنا على طاري الاستشارات سويت استشارة في ماربيا قبل الكورونا حق واحد كويتي كان عنده كافيه، سويت له منيو تدريب عماله كامله والفود كوست والامور هذه كلها، وجبت له السبلاير، مع ان انا مو من اهل ماربيه يعني انا جديد على المنطقه، لكن في كيز الواحد ودينا على السفر الحين خلنا على الاكل الحين، تجوعتنا بتسفرنا كل شيء، اطلع من هنا اسافر دايركت سياحه داخليه. سياحه داخليه بالضبط. وبعد الكورونا في كان عندي هم كذلك في بالبحرين حق اصدقائي خاصين، سويت لهم مثل منيوات لحوم ما لحوم وكذلك اكل كويتي. مشاركتي الاخيره كانت في سفاره دوله الكويت في مدريد، حفل ما بين السفاره والخطوط الجويه الكويتيه تدشين خط كويت مدريد المباشر. مكتزح اسبانيا شيف زياد؟ انا لان احبها احبها احب حبيت الديره وربعي فيها، فسويت لهم الايفنتات هناك، وعندي والله بالبحرين كذلك ذكرت لك، وعندي في قطر استشارات، كازاخستان رحت كازاخستان انا ويا اختي جمانه جعفر، همن سوينا اللي هو الناشونال داي مال الكويت بالسفاره هناك، الديره يعني ماكو حياه، احنا هناك وصلنا طبينا المطار 20 تحت الصفر،
يعني من المطار للاوتيل وقعدنا داخل مبيت سوينا ناشونال داي واستغلونا احنا موجودين الاوتيل اللي كنا احنا فيه كان يقول تعالوا يبوا سووا برانش عربي فسوينا لهم الفلافل والفلافل الشكشوكه الامور هذه كلها جدا جميل. زياد استمتعت انا شخصيا وايد وياك مو بس عشان الطهي كثر ما هي قصه نجاح صح. وبصمه من شاب كويتي والله يوفقك ان شاء الله. اجمعين ان شاء الله مشكورين وما قصرت على الاستضافه. حياك الله واكيد مستمرين وياكم في حلقتنا يعني استمتعنا وايد مثل ما قلت عبد المحسن مع الشاب صحيح. زياد ورحلته خلينا نقول كونه شاب صغير كويتي وهذه التجارب اللي تكلمنا عنها لكن خلونا نشوف ويا بعض تقريرنا الجاي اللي مجهزت لنا يا زميلتنا قمر خاجة ونتعرف أكثر خلينا نشوف. مشاهدينا أكيد أنتم الحين مستغربين من اللي أنا لابسته من جلوفز من هلمت من فرو ترى الموضوع جدا عادي هذه كلها لها علاقة بالكوسبلاي ولها علاقة بفقرتنا اليوم خلكم ويانا ورانا هني ماجد الكندري قاعد يعطي ورشة خاصة في الكوسبلاي. طبعا الكوسبلاي بداية هي ثقافة قبل لا تصير فن وهواية وهي ثقافة يابانية إذا كان لما نقول هواية فهي هواية تجمع أكثر من هواية وأكثر من مجال مجال التمثيل المسرحي مجال التصميم الاستعراضي تصميم الأزياء تصميم الديكورات المسرحية وتصميم اللوحات والخلفيات القطع اللي يتم تصميمهم على حسب طبعا في قطع يكونون من المواد اللي هي خام في قطع تكون من الفلين في قطع تكون من الربل والبلاستيك في قطع تكون مطبوعة 3D فكل تصميم وكل قطعة وكل كاركتر واحتياجاته عشان تصممه مدة الشغل لنفترض على القطعة الواحدة ممكن تأخذ من أسبوع إلى أسبوعين. أول مهرجان كان في 2014 وكان بمشاركة معي أنا وأختي وأخوي بلشنا كفريق مصممين واستعراضيين ومقدمين عروض ومن بدايتها دخلنا مجال الاحتراف بأن نكون أكثر وأكثر دقة من ناحية العروض المسرحية اللي نقدمها والأزياء اللي نصممها ونصنعها هذا ترك فيني طابع بأن أنا ودي أنشئ كوميونيتي أقوى من اللي قبل مجتمع محب لهوايته قبل لا يمارسها يكون يحبها يقدر التعب اللي قاعد يسويه عشان يدخل فيها مهم لأي شخص حاب يدخل مجال الكوسبلاي أنه يتعرف على شخصيته قبل لا يسويها عشان إذا كان استعراضي أو مصمم عروض أو بيدخل في العروض المسرحية يعرف شلون يجسدها بالواقع وشلون يعيش الدور كذلك إذا كان يبي يصورها في سينما أو التصوير الفيديو لازم يكون عارف شلون يتقمص الدور الشخصية وشلون يعيشها بالواقع فضروري جدا يكون عنده خلفية على الكاركتر والبيئة اللي في الشخصية اللي عايشته سواء إذا كانت من أنمي ياباني أو من فيديو جيم أو من فيلم بطولة اليابان كانت من أحلى الذكريات ومن أجمل الفرص اللي حظيت فيهم بإني أروح أمثل الكويت هناك والشرق الأوسط فهذه فرصة بإني أستكشف الدول وثقافاتهم بالهواية نفسها حتى الكوميونيتي نفسها أخذ طابع منه ويأخذون طابع من الكوميونيتي الكويتي أذكر باليابان تعرضت لإصابة بالركبة خلتني أنكسر معنوياً وخلتني ممكن أفكر أني أتراجع عن المشاركة بسبب أنها كانت إصابة بالركبة وكان الموضوع يتطلب استعراض وفقرة عرض مسرحي واللهم لك الحمد حققت الإنجاز هذا وكنت الخامس على العالم بالتصويت الإلكتروني وأتوقع لو أنه مو الإصابة كان الحين من المراكز الثلاثة احنا اليوم نفتخر بوجود ناس مثل ماجد كون انه هو دش عالم الكوسبلاي ترى شيء مو سهل
تحدى نفسه وصمم التصاميم ونفذها وهيئها للمسرح، ومو بس كذي دخل ووصل للعالمية. فقرتنا اليوم كانت مع الموهوب الفنان ماجد الكندري. خلكم ويانا بفقرات جديدة مع مواهب أجمل. مع السلامة. فجر، حياتنا مليانة أولويات واهتمامات، بس لازم نهتم شوي بالناحية الصحية، سواء الجسدية، الغذائية وغيرها، أو حتى النفسية. لكن شلون نقدر نهتم؟ أكيد في أكثر من طريقة نقدر نطبقها بحياتنا اليومية وتصير حياتنا أو نمط حياتنا يصير صحي أكثر. وايد أشياء نقدر نطبقها محسن. وعشان فقرتنا عن الشباب، الشباب وايد تلقينهم لاهين شوي، كوننا احنا صغار بالعمر يمكن العافية فينا بزود، ولكن لازم نهتم بالصحة. عشان كذي جهزنا التقرير هذا اللي يتكلم عن الصحة الغذائية والنفسية وشلون نوازن بين الصحة الغذائية والنفسية. خلونا نشوف مع بعض هذا التقرير مع أخصائي التغذية العلاجية علي مسيب، ونشوف مع بعض شو مجهز لنا. اليوم راح نسولف عن هرمون وايد مهم حق الجسم، وايد ناس سمعت عنه بس ما تعرف معلومات كفاية عنه، هرمون السيروتونين، أو إحنا نسميه هرمون السعادة، ولكن علميا يسمى هرمون تحسين المزاج. شنو هذا الهرمون؟ الهرمون هذا هو أول شيء خلنا نعرفه، هو عبارة عن مركب كيميائي مصنوع من حمض أميني أساسي اللي هو التريبتوفان. التريبتوفان يعتبر من الأحماض الأمينية الضرورية، بما معناه أن لازم نأخذ من مصادر خارجية، أما الأحماض الأمينية المو ضرورية جسمنا أوريدي صنعه. فهذا سيترونين يصنع أكثر شيء في الجهاز الهضمي وخاصة في الأمعاء بنسبة 90%، و10% منه يصنع في المخ. فالهرمون هذا يعني لما تشوف 90% منه يصنع في الجهاز الهضمي، معناته أنه أكيد له وظائف مهمة في الجهاز الهضمي، منها أنه يتحكم في الشبع والجوع، وأيضا مهم في تحسين مستويات بعض المركبات الكيميائية المهمة للجسم. فله وظيفتين أساسيتين. أول شيء هو يعتبر من المركبات الكيميائية المهمة في نقل الرسائل العصبية من المخ إلى الجسم، وبالتالي يخلي الجسم يعرف شنو يسوي، فينقل الخلايا العصبية، ينقل الرسائل العصبية من المخ إلى الجسم، وبالتالي الجسم يشتغل. هذه وظيفة من الوظائف الأساسية. وظيفته الثانية هي وظيفته كهرمون، فهو من الوظائف المهمة فيه إنه هو يحسن الذاكرة، وأيضا يحسن التعليم، وأيضا مسؤول عن السعادة، وأيضا ينظم عندنا درجة حرارة الجسم والنوم، وأيضا الجوع والشبع في ما يخص بالجهاز الهضمي بشكل عام، لأن احنا نعرف ان الجهاز الهضمي متصل في المخ، والمخ ايضا متصل في الجهاز الهضمي عن طريق عصب يكون فاصل بينهما الاثنين، فينقل رسائل عصبية من وإلى المخ. فهذه وظائف وايد مهمة يمكن الناس ما تعرفها، وفرناها لكم. إذا كان مستوى السيروتونين عندنا نازل، شنو ممكن يسبب؟ طبعاً السيروتونين معروف إنه هو إذا كان مستوى قليل بالجسم ممكن يسبب لنا اضطرابات عصبية، قلق، توتر، ممكن يسبب لنا مشاكل بالنوم، مشاكل في الجهاز الهضمي، وأيضاً ممكن يسبب لنا سلوك الانتحار.
وأيضا ممكن يسبب لنا اضطراب الوسواس القهري، ممكن يسبب اضطراب ما بعد الصدمة، ممكن يسبب لنا الهلع، ممكن يسبب لنا انفصام الشخصية، ممكن يسبب لنا الرهاب أو مرض الرهاب. فهذه إحنا مثل ما نشوف أن أغلب المشاكل الصحية اللي تصير لما يكون مستوى قليل بالجسم يسبب لنا مشاكل نفسية أكثر ما هي مشاكل تتعلق خلينا نقول الصحة الجسدية بشكل عام. فوايد مهم حق 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 الجهاز العصبي. عشان كذي ولو أن 10% ينتج في المخ، ولكن 10% هذه ترى مو شوية، يعني وايد مهمة حق نفسية الشخص. إنزين، إذا ارتفع السيروتونين عندنا بالجسم شنو ممكن يصير؟ يسبب شيء احنا نسميه سيروتونين سيدروم. هذا يعتبر حالة صحية تصير لما السيروتونين يكون عالي بالجسم، وايد عالي. طبعا انه يكون عالي سببين اساسيين، ممكن يكون سبب جيني الانسان ما يقدر يتدخل فيه، ممكن يكون من الأدوية. الناس اللي تعاني من اضطراب، من توتر، من اي مشاكل نفسية، بعضهم ياخذون دواء يزيد من مستوى السيروتونين في الجسم. فإذا خذ كميات كبيرة بدون ما يستشير الدكتور أو مثلا بدون مراجعات مع الدكتور المختص، ممكن هذا يرفع عنده المستوى هذا. وممكن من أعراض من ارتفاع السيروتونين عندنا يكون ارتعاش بالجسم، التعرق الشديد، تشنجات عصبية، تكرمون الإسهال ممكن يصير بالشخص. هذه يكون mild symptoms، يعني أعراض جانبية بسيطة، ولكن في أعراض جانبية شديدة ممكن يكون ارتفاع درجة الحرارة، ممكن يكون دقات قلب مو طبيعية. فالسيروتونين سيندروم اللي هو ارتفاع شديد في الليفل مال أو مستوى السيروتونين نفسه ترى ممكن يكون مميت، فلازم الواحد بسرعة يصيده قبل لا تتفاقم المشاكل عنده، فممكن تسبب له مضاعفات وايد خطرة. شلون نقدر نزيد السيروتونين في الجسم؟ هذا السؤال اللي دائما نسأل فيه، شلون نرفع هرمون السعادة بالجسم؟ طبعا احنا قلنا ان لازم مصادر خارجية، مو شرط يكون بالأكل، ممكن يكون من أشياء ثانية الحين راح نذكرها. فعندنا على سبيل المثال عندنا التمرين أو خلينا نقول الرياضة، خاصة إذا كان التمرين عالي الشدة، عندنا مثل رفع الأثقال أو مثلا خلينا نقول رفع الأوزان، رياضة المقاومة، وأيضا الجري يكون واحدة من الأشياء اللي ترفع عندنا هرمون السيروتونين. وأيضا التعرض إلى الشمس أو الإضاءة العالية، هذه من الأشياء اللي ممكن هم تزيد من إنتاج السيروتونين عندنا بالجسم. وأيضا بالنسبة حق الأكل، ترى في خدعة شوي بالموضوع، يعني هو مو شيء وايد سهل إن إحنا يلا ندور أكل عالي بالتريبتوفان اللي هو الحمض الأميني هذا اللي ممكن يخلينا ننتج السيروتونين في الجسم. لازم ندور على أكلات معينة. فالبروتين يحتوي على تريبتوفان عالي صح، ولكن لما ناكل الأكلات العالية بالبروتين راح ندخل معها أحماض أمينية ثانية، فيصير صعب امتصاص التريبتوفان اللي يتحول حق سيروتونين في الجسم، وبالتالي ندور على طريقة ثانية، لازم نكون أذكية شوية. فايش نسوي؟ ندور على الأكلات اللي تحتوي على الكربوهيدرات المعقدة. هذه الأكلات مثل عندنا البقوليات، عندنا الفواكه، الخضار، منتجات القمح، هذه راح تحسن عندنا من إفراز الأنسولين، وبالتالي يحسن عندنا إنتاج السيروتونين. فعشان كذي أنا أعطيكم 4 نصائح مهمة نلخص فيها كل اللي قلته. أول شيء إذا بتدورون على أكل يرفع الهرمون هذا، لا تدورون على تكتبون أكل عالي بالتريبتوفان، لا، اكتب أكل يحتوي على الكربوهيدرات المعقدة. وأيضا السكريات البسيطة، مع أنها صجنة تتحكم بالأنسولين ولكن وترفع الأنسولين، ولكن في فترة زمنية قصيرة وبعدين راح يصير في دروب.
فلا تدور على الأكلات اللي خلينا نقول عالي بسكريات البسيطة اللي مثل خلينا نقول السكريات المشروبات الغازية الأشياء العالية بالسكر العصائر المصنعة هذه ممكن ترفعها عندك فترة بعدين يصير فيه هبوط فما يعطيك لمدة كفاية إنتاج طبيعي للسيروتونين فهذا كل شيء تقريبا بخصوص موضوع هرمون السعادة ونشوفكم إن شاء الله في حلقات قادمة مع السلامة. فجر بالفعل معلومات مهمة واستفدنا منها من أخصائي التغذية. وأكيد هذه المعلومات إذا طبقت بشكل صح الواحد راح يستفيد بأحسن طريقة وتأثر على حياته بشكل إيجابي. الحين وصلنا مشاهدينا حق ختام فقرتنا وحلقتنا اليوم ونشوفكم إن شاء الله على خير أسبوع الجاي. فما الله.